السلام عليكم، معكم فاتن. مرحبا بكم فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي نوريكم هاد التشكيلات اللي كتشوفوهم وكيفاش صايبتهم واللي برودوي اللي استعملتو. غادي نوريكم واحد البرودوي اللي صراحه جديد وزوين بزاف وغادي عنده لي في ديال 3D اون بلوس. هاد البرودوي هذا كيشعل الضوء في الليل. خليكم معايا باش تشوفوا هادشي كامل. هما المنتوجات كاملين وصلوني كلهم من لامارك بون بيرسي. هاد لامارك انا كنستعملها بزاف لان كتعجبني، وبالنسبه للثمن مناسب مع الجوده ديالهم صراحه خطير بزاف. بالنسبه لي كولور عندي هنايا هاد الشبه الدائم، عنده واحد اللون اللي شويه برتقالي، يعني ما جا ما بين حمر ولكن برتقالي، ولكن اللون ديالو زوين صراحه الصيف. انا بالنسبه لي كنستعمل هاد الالوان، كان ما كان عنديش مشكل فيهم. هاد اللون الثاني هذا عنده واحد الخاصيه انه كيتغير اللون في الظلام. دابا وري غادي يبان لكم عنده لون سماوي، ولكن في اللي كيولي في اللي في الظلام يعني كيولي عنده واحد اللون ازرق غامق. وكاين هذا عاوتاني حتى هو شبه دائم، اللون ديالو هذا احمر، هذا فريمون احمر بيغ، فريمون ماشي بوردو ماشي الاخر، احمر خالي بالكم شويه بحال لي اورانج بحال البرتقالي ولكن احمر. وكاين هاد جيل بانت، هادو صراحه زوينين بزاف لانكم تقدروا ترسموا بهم نايل ار، كيكونوا عندهم بيغمونطاسيون ديالهم زوينه، يعني الكولور كيكفي انك دوزو غير مره واحده وغيعطيكم اللون بلا ما ديروا دو فوا. هذا هو اللي قلت لكم عنده جيل، عنده الخاصيه انه كيكون ثقيل وكتقدروا ترسموا به اشكال وكتقدروا ديروا صراحه بزاف الحوايج. هذا غادي مازال ندير لكم فيديو اخر عليه لان مازال خصني نهضر لكم بزاف على هذا المنتوج، لان غيعاونكم بزاف خصوصا البنات اللي كيديروا الجيل. راه ساهل تقدروا تخدموا الجيل بواحد الطريقه، يعني فريمون اللي ما كتعرف حتى شي حاجه في الجيل راه تخدم به لانه ساهل بزاف. واللي زوين فيه انه كيتغير اللون في الظلام حتى هو، ولكن خص تكون ضروري لميه زرقاء ضو زرقاء. بالنسبه لكولور هذا اللي وريتو لكم لا ريفيرونس راكم شفتو، غادي ندير منه طبقه وحده وغنشفها وغنزيد الطبقه الثانيه ونشفها، ومن بعد غنزيد الطبقات. وهذه هي لا كولور ديالو من بعد ما درت فيه جوج طبقات وطبقات. ندوزو لهذا اللون هذا الثاني وغادي عاوتاني ندير له نفس الخاصيه، وكل ما كنشفو لمده 60 ثانيه، ضروري 60 ثانيه باش هكا كينشف على خاطرو لا كولور. ومازال هاد الالوان كاملين غادي نصاوب لكم بهم مشكلات في هاد لا فيديو اللي شفتوهم في الاول. لا فيديو غادي مازال نحط لكم في الاخر لا فيديو غنوريكم كيفاش صايبت بهم. وهذا الزرق هذا صراحه اللي زوين انه كيشكي كما قلت لكم، هذا ما محتاجينش تكون عندكم الضو زرقاء باش يشعني داك لا ليميير اي في، هذا غير الظلام، يعني غير كتطفيو الظلام كتشوفوا الصبعان ديالكم تشعل فيهم الضو. صراحه زوين هذا، شي حاجه جديده واللي ستيلي واللي غتغيروا بها على لي فيرني لي كلاسيك. وهذا جيل بانت غادي نديروا له طبقه واحده، ولكن هذا كان تالمو بيغمونتي لدرجه انه خصني ندير كوش خفيفه من هادي. المهم انا درت كوش وحده ونشفتها، واخا هكا كانت غليظه على ما كنظن، دونك خصكو تاخذو منو غير شويه. وهذا بالنسبه لهاد الجال ها وكيفاش لا كولور ديالو. فيهم الوان اخرين، فيهم غير هذا، انا خديت هذا اللون هذا باش نصاوبيه شكيلات وهكا وريضات. دابا غنوريكم الشكل الاول اللي قدرت نصاوب بهاد لي كولور واللي خدمته بهاد هاد الكولور اللي كيتبدل له في الليل. هنا خديت لي واحد جيل بانت في الابيض ديال لامارك اخرى، وغادي نرسمت بها هاد الوريده ديالي. خديت هذاك البانسو ديال اللي كيرسموا به الرسم، فريمو ديال الرسم ماشي ديال نايل ار، وكيخرج ليكم صراحه الوريدات بهذا الشكل الساهل. ومن بعد ما نشفتو لمده 60 ثانيه ست علي هذاك النقيطات بالصفر بلون اصفر، ومن بعد هي نشفت المده ديال 30 ثانيه لانها خفيفه ما محتاجاش كاع 60 ثانيه، وزدت عليها هاد النقيطات في الخضر. دونك هذا هو الشكل اللي حاولت انني نديرو، ولكن نتوما ماشي ضروري ديروا هذا الشكل بالضبط، ولكن تكون عندكم فكره باش هكا تصاوبوا في راسكم الا بغيتوا الفصل تاع الربيع. جايين الصراحه ستيل كيوت وزوين بزاف. وخليكم مازال تشوفوا هذا الشكل هذا كيفاش غادي تشوفوا في الظلام، كيفاش اللون ديالو غيتغير من لون سماوي ازرق سماوي لازرق غامق. حاولت نصور لكم فيديو ولكن ما كيبان والو، صورت لكم صوره هكا باش تبان لكم لا كولور كيفاش كيتغير في الظلام. هنا غادي ندوزوا لهذا لا كولور الثاني، حتى هو درت منه جوج طبقات، وكل ما بين طبقه وطبقه كنشفها 60 ثانيه، ومن بعد كندير عليه طبقات وكنشفو حتى هو 60 ثانيه. وهذا هو لا كولور من بعد ما زدت عليه طبقات وكلشي، وها كيفاش كيجي صراحه زوين بزاف وجاي داك الغوش ديالو كلاس. صايبت به هاد الشكل هذا اللي كتشوفوه. بالنسبه للطريقه لو كنتو تشوفوا هادشي كيفاش صاوبتو، سيروا الانستغرام ولا تيك توك، راه الفيديوهات حطيتهم تما يمكن لكم تشوفوهم. بالنسبه للتيك توك ديالي وانستغرام غنخلي لكم حتى هو في صندوق الوصف لتحت.
ودابا غادي ندوزو لهاد لا كولور اللي جا برتقالي. صراحه هاد اللون زوين بزاف وكيجي الصيف بزاف فريمون. انا بعدا اصلا بحال هاد اللوانات كنبغيهم كيعجبوني وكنزعم الالوان ما عنديش مشكل فيهم. درت به هاد الشكل هذا اللي كتشوفوا بالنسبه لهاد الشكل باش غادي تشوفوا داك الوريدات الشكل مصايبين بواحد الطريقه في الشكل. الا كنتو باغيين تشوفوا البرودوي اللي استعملته سيروا للانستغرام راه وريتكم لا فيديو كامل تما ولا تيك توك غادي تلقاو الطريقه اللي صوبت بها الشكل هذا. ومازال غادي نبارطاجي معكم هذاك الوريدات كيفاش تقدروا تصاوبوهم. وبالنسبه ليا دابا غادي ندوز معكم لهاد الجل هذا اللي زوين بزاف واللي عنده فوائد كثيره. مازال حتى هو ندير لكم فيديو عليه وغادي نوريكم كيفاش تقدروا تخدموا به وشنو اللي تقدروا تخدموا به. لانه انا غادي نصاوب به هنا فورما 3D ولكن نتوما تقدروا تصوبوا بزاف الحوايج صراحه عنده الفوائد ديالو بزاف. المهم استعملت فيه هاد السيليكون اللي خديته من اليكسبريس نشفتو المده ديال 2 دقائق يعني درت 60 ثانيه مضربتها 2 مرات باش نشف ليا مزيان باش هكا نورمالمون هو كينشف غير 60 ثانيه ولكن انا عطيتو مزيان الوقت وباش نشف ليا مزيان. ومن بعد ما نشف زدت عليه هاد الطوبكوت هذا وسقتو وصافي وهذا هو الشكل. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ويعجبكم هاد البرودويات. وما تنساوش ان عندكم كود برومو اللي غينقص لكم 10% الا كنتو غادي تاخذوا ليهم دي كوموند. اذا عجبكم لا فيديو ما تنساوش انكم تشتركوا باش مازال غادي ندير لكم تشكيلات اخرين اللي غادي تشوفوهم من بعد. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم بيزو يلا بروشين.